مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن تقدم المقاومة الشعبية والجيش الوطني في محافظة الجوف وتأثير هذا التقدم على مسار إسقاط الانقلاب. كما في معظم الجبهات المحيطة بالعاصمة صنعاء، يتواصل تقدم المقاومة والجيش الوطني في محافظة الجوف. قبل حوالي شهرين أعلنت المقاومة الشعبية استعادة محافظة الجوف، كان ذلك الإعلان مقرونا باستعادة مدينة الحزم مركز المحافظة، وهو ما يعني السقوط الفعلي لسلطة الميليشيا في المحافظة، إلا أن الميليشيا كانت لا تزال تسيطر على مساحات واسعة من الجوف، وهو ما تعمل المقاومة الشعبية والجيش الوطني مدعومين من قوات التحالف على إنهائه. خلال الأيام الماضية استعادت المقاومة مديرية خب والشعيف كبرى مديريات الجوف، وبالأمس تمكنت المقاومة من دخول معسكر الخنجر والذي يعد من أهم مواقع الميليشيا في المحافظة، بينما لا تزال المواجهات العنيفة تدور في كثير من المواقع المحيطة بالمعسكر، مع مواصلة المقاومة الشعبية تقدمها تجاه باقي المواقع التي لا تزال الميليشيا تسيطر عليها. عمليا أصبحت الجوف ضمن المحافظات المحررة، والأهم من ذلك هو أن تحرير الجوف واستمرار تقدم المقاومة والجيش الوطني في المحافظة، والذي يأتي بالتوازي مع تقدم وحدات الجيش الوطني التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة من جهة الساحل الغربي، يعني أن الشرعية قد قطعت ما يوازي نصف الطريق إلى محافظة صعدة، معقل الميليشيا الأول ومركز سلطتها، وهو ما أشار إليه رئيس هيئة الأركان العامة في حديثه أمام قادة الجيش الوطني يوم أمس في محافظة مأرب. مستجدات معركة الجوف وعلاقتها بمعركة صعدة المرتقبة سيكون محور حديثنا في حلقتنا لهذا المساء من برنامج زوايا الحدث. قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. تسارع العمليات البرية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجوف تختلف هذه المرة بشكل كبير، الأمر الذي قد يعجل بإعلان المحافظة محررة من الميليشيا والمخلوع. المعارك الأخيرة أظهرت جانبا من التقدم والانتصارات التي حققتها قوات الجيش المسنود بالمقاومة الشعبية في جبهات مختلفة، ولعل سيطرة الجيش والمقاومة على معسكر الخنجر هي نقطة تحول غيرت من مجرى سير المعارك على الأرض، وأربكت قوات الميليشيا والمخلوع التي عززت بعتات عسكري ومقاتلين من العاصمة صنعاء، لكنها تعرضت لهزيمة أخرى تضاف إلى سجل هزائمها السابقة. لم تتوقف المعارك بعد هذه الانتصارات، بل ما تزال مستمرة وتشهد مواجهات عنيفة في جبهات متفرقة، حيث تحدثت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية أن 6 من الميليشيا قتلوا في كمين نصبه أفراد الجيش والمقاومة في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف. في ذات الشأن، لم تحدث إصابة قائد لواء النصر العميد أمين العكيمي أي تأثيرا على سير المعركة، بل واصلت القوات تقدمها وشكلت ضغطا حقيقيا على الميليشيا في جبهات القتال. العميد العكيمي ظهر بمعية محافظ الجوف حسين العواضي وقيادة المقاومة الشعبية، وهو يدعو الجيش والمقاومة إلى استكمال تطهير المحافظة من قبضة الميليشيا، مؤكدا على عودته إلى جبهات القتال عما قريب. الحمد لله رب العالمين، الوضع طيب طبيعي، وأي شيء لا يثنينا عن الجبهة أبدا، سنعود لها وسنعود وسنشرب منها كأس النصر في كل محيان في كل وقت، وإن شاء الله نعيد لها في الساعات القليلة بإذن الله. تأخذ المعارك في الجوف مسلكا من نوع آخر بعد المؤشرات الإيجابية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وهو ما يبعث رسالة للميليشيا والمخلوع أن البقاء في الجوف بات أمرا صعبا بالنسبة لها. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ويشرفني أن يكون معي في حلقة اليوم عبر الهاتف من الرياض المستشار الإعلامي لمحافظ الجوف السيد أحمد البحيح، كما سيكون معنا أيضا الصحفي علي الجرادي. أبدأ مع السيد أحمد البحيح. سيد أحمد، مساء الخير. مساء النور يا مرحبا. أهلا بك أحمد معنا في هذه الحلقة التي خصصناها عن محافظة الجوف. بالتأكيد بعد التقدم الذي أحرزه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأيضاً السيطرة على مديرية خب والشعف ودخول معسكر الخنجر، ما الذي تبقى للميليشيا في محافظة الجوف؟ أيوه ألو. نعم أحمد، هل تسمعني؟ ألو. نعم أحمد نسمعك. أستاذ أحمد، إذن يبدو أن فقدنا الاتصال بالسيد أحمد البحيح، بالتأكيد سنعود الاتصال به لاحقا.
كما خصصنا حلقة اليوم بالتأكيد عن محافظة الجوف، هذه المحافظة التي ظلت يعني الميليشيا سيطرت عليها يعني لفترة تطول عن 5 أشهر، ولكن المقاومة الشعبية استعادت المحافظة، تقدمت ابتداء من حدود محافظة مأرب حتى وصولا إلى مركز محافظة الجوف الحزم، وبالأس تم السيطرة على مديرية الشعف وخاب، وأيضا دخول معسكر الخنجر، هذا المعسكر الاستراتيجي الذي كان يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لمحافظة الجوف، لأن هذا المعسكر يعني يطول عمره عن أكثر من 50 عام باسم الشرعية وباسم الدولة، ويعتبر رمز كبير بالنسبة لمحافظة الجوف وأيضا بالنسبة للمنطقة العسكرية الخامسة. الآن معنا السيد سنان العراقي وكيل محافظة الجوف. سيد سنان مساء الخير. أهلا بك سيد سنان معنا. بداية سيد سنان، يعني بعد يعني سيطرتكم على معسكر الخنجر، على تحرير مديرية الحزم، مؤخرا مديرية خب والشعف، ما الذي تبقى للميليشيا في محافظة الجوف؟ حياك الله يا أخي. أهلا وسهلا. بالنسبة للجيش، معركة الجيش تأتي على 3 مراحل. كانت هناك المرحلة الأولى تصوير مركز المحافظة والحجم، يعني من المناطق المجاورة لها، والحمد لله تمت المرحلة الأولى، ونحن الآن في وذلك بعد السيطرة على معسكر الخنجر الاستراتيجي. نعم. كانت الجبهة هناك بقيادة الشيخ أمين الأتيمي، قائد الجبهة وقائد جبهة النصر، وأيضا الشقيقة الأولى من اللواء 101، وأصبحت الآن ولله الحمد على بعد 3 وتين أو أدنى من استكمال المرحلة الثانية. نعم. والتي تمثل في تطوير مديرية خط الشعب. نعم. سيد سنان، أهمية يعني نعم نعم بالنسبة لأهمية يعني مديرية خب والشعف، بالتأكيد هي أكبر مديريات محافظة الجوف، ما هي الأهمية الاستراتيجية يعني بالنسبة لمحافظة الجوف؟ طبعا كما ذكرت تعتبر مديرية خب والشعف أكبر المديريات في محافظة الجوف، في الموضع استراتيجي على الجامعة المملكة العربية، وأيضا كجامعة تحد من جهة الشمال عفوا قاعدة، وكجامعة من جهة الشرق تحد محاذاة الحضرموت، وباقي حدودها تماما المملكة العربية السعودية، في هذا المكان لها استراتيجية ولها أهمية كبرى. نعم. طيب سيد سنان، تكرم بالبقاء معنا، نشرك معنا في الحديث من الرياض المستشار الإعلامي لمحافظة الجوف أحمد البحيح. أحمد مساء الخير. الحين الصوت تمام بس قبل شوية لما دخلت على الهواء انفصل. أحمد مساء الخير، هل تسمعني؟ إذا فقدنا الاتصال بالسيد أحمد البحيح. أعود إلى سيد سنان. سيد سنان، عدنا لك من جديد، يعني كنتم قد تحدثتم قبل شهرين بأنكم استعدتم محافظة الجوف يعني كاملة، لكن يبدو أن لا هناك يعني لا يزال الكثير من المواقع بيد ميليشيا الحوثي، كيف يمكن أن نفهم تحريركم للمحافظة فيما لا تزال المواجهات منتشرة، فيما لا يزال خلايا الميليشيا الحوثي منتشرة هنا أو هناك في محافظة الجوف؟ طبعا أولا لم نقل أننا تحرينا محافظة الجوف بشكل كامل، ولكن بعد السيطرة على مركز المحافظة الذي يعتبر يعني رأس الأمر في المحافظة والأمنية بالكامل، وأصبحوا الميليشيات متواجدين في بعض المديريات خاصة المجاورة القاعدة، وبالنسبة للسيطرة على محافظة الجوف ككل هذا لم نقل أبدا، وجدت بعض المديريات تأيد الميليشيات الحوثية، ولكن التظاهر في أوصافهم والهزائم التالية لهم يوم بعد يوم، وهذا يمثل انتصار كبير ويبعث الأمل في نفوسهم. نعم. سيد سنان، يعني إذا كانت هناك نعم شيخ سنان، إذا كانت هناك بعض المناطق المهمة أو مواقع استراتيجية لا زالت الميليشيا تسيطر عليها وتمثل تهديد وخطر على محافظة الجوف، ما هي؟ أولا كما ذكرت لك، يعني أنا لم أكمل حديثي عن
عن معركة الجوف أو المراحل التي تم إعدادها لتحرير محافظة الجوف. نعم. بالنسبة للمرحلة الأولى كانت مركز المحافظة الحمد لله تم، والمرحلة الثانية والتي هي في نهاية العام تتمثل بتطوير مديرية خط الشعب من العناصر الانقلابية ووصولا إلى منطقة البقعة. منطقة البقعة طبعا حدودية وادعة من محافظة سعدة. نعم. الحديد عن المملكة العربية السعودية. وأيضا يعني لا زالت البقع بيد ميليشيا الحوثي وهي من تسيطر عليها. شيخ سنان. واحدة من ميليشيا السابعة المعارضة السعدة. منطقة البقع لا زالت بيد ميليشيا الحوثي يعني. ايوه. نعم نعم لا زالت. ولكن إن شاء الله تعالى في نهاية المرحلة الثانية هذه. نعم. طيب سيد سنان. نعم. نعم سيد سنان تكرم بالبقاء معنا. ينضم إلينا الآن الصحفي علي الفقي، يشرك معه الحديث حول محافظة الجوف وأهميتها. سيد علي مساء الخير. سيد علي مساء الخير. أيوة نعم. أهلا بك معنا في زوايا الحدث. سيد علي إذا تحدثنا عن استعادة محافظة الجوف، هذه المحافظة الهامة والاستراتيجية، وتقدم المقاومة الشعبية والجيش الوطني، ماذا يمثل ذلك بالنسبة لجبهات المقاومة الأخرى مثلا في نيم، في المنطقة الغربية، في ميدي، ويعني والجميع هدفهم واحد الاتجاه نحو استعادة الدولة هي العاصمة صنعاء؟ نعم، التقدم الذي أحدثه المقاومة في جبهة الجوف هو مكسب مهم وكبير بالنسبة لي لجبهة الشرعية عموما ولمعركة استعادة الشرعية، لأن الجوف بما تمتلكه من امتداد جغرافي واسع ومن أهمية استراتيجية لهذه المحافظة كونها تحيط بعدد من المحافظات، وأيضا قربها من محافظة صعدة ووقوعها على الحدود مع المملكة العربية السعودية، كل هذه النقاط تعطيها أهمية استراتيجية بالنسبة لجبهة الشرعية، تجعل من تحقيق تقدم فيها من تحقيق انتصار فيها مكسبا مهما على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي. نعم سيد علي، إذا نظرنا لتصريح رئيس هيئة الأركان العامة وربطنا علاقته بما يجري في الجوف من المعركة المرتقبة في محافظة صعدة، خصوصا بأن رئيس هيئة الأركان صرح بأن المنطقة العسكرية الخامسة ستتجه إلى محافظة صعدة وتحريرها. أحيانا التصريحات تأتي في سياق ما سيكون لا ما هو حاصل الآن، لأنه المعركة طويلة بالنسبة لهذه الجبهة. نحن نتحدث عن مساحة ممتدة على اتساع شاسع جغرافيا، وايضا منطقه مفتوحه هي لسان الجوف، تمتلك حدود مع مارب، مع صعده، مع محافظه عمران، ايضا على الحدود مع المملكه العربيه السعوديه، وهي منطقه صحراويه مفتوحه. اعتقد ان المواجهات فيها ستاخذ وقتا طويلا، ستحتاج أيضا إلى إمكانات وإلى معدات عسكرية وإلى أعداد بشرية هائلة أكثر مما سبق وقته. عندما نتحدث مثلا عن مديرية البقع وهي أولى مديريات صعدة واقعة على الحدود مع محافظة الجوف أو على تماس مباشر مع محافظة الجوف، هذه محافظة ذات اتساع جغرافي واسع ومعظمها صحاري مفتوحة، ستحدث عملية استنزاف إذا لم تدخل جبهة الشرعية هذه المعركة مزودة بعتاد عسكري ضخم، أيضا إذا لم يكن عمل الطيران فيها فاعلا على مستوى أكبر مما شارك في معارك مأرب والجوف، لأنه حتى أيضا الطرف الآخر سيستميت في هذه المعركة التي تهدد وجود الحركة الحوثية وتتجه نحو الرأس مباشرة وهو محافظة صعدة حيث تقيم قيادات الجماعة، أيضا الرمزية وهي المنطقة التي انطلقت منها أساسا هذه الحركة. نعم. طيب سيد علي تكرم بالبقاء معنا، سأعود إلى سيد سنان العراقي وكيل محافظة الجوف. سيد سنان، إذا كانت هناك
يعني عراقيل او عوائق تمنعكم او تحد على الاقل من تحرير بقيه مناطق محافظه الجوف على راسها مديريه البقع وايضا بعض الجيوب التي لا زالت الميليشيا تنتشر فيها وخاصه بالحدود مع محافظه صعده؟ اخي العزيز بالنسبه للعراقيل لابد من عراقيل ولكن لا تشكل هذا الشيء الذي يجعلنا نتهاون او تمنع وصول المقاومه ولكن كما ذكرت للاسف الشديد ما لم تعطيني فرصه اكمل لك. تفضل سيد سنان سنعطيك الوقت كاملا لكن يعني الجوف اصبحت الان معظمها محرره نريد ان نخصص يعني الحديث عن خطوتكم المستقبليه لا ان نهدر الوقت مثلا في شيء قد تم والحمد لله تم استعادته فقط. لا انا اكمل لك المرحله اللي نمشي عليها. نحن نمشي على استراتيجيه وعلى خطه مبنيه نمشي على ضوءها والحمد لله نفذنا منها المرحله الاولى والمرحله الثانيه الان في نهايتها اللي هي تطهير مديريه خبو شعب ونحن سنبدا بعد ايام قليله في المرحله الثالثه وهي تطهير ما تبقى من محافظه الجوف من الميليشيات الانقلابيه وذلك في مديريات الجوف العالي وبرط وما تبقى ايضا من مديريه الغيل. باذن الله تعالى هذا ستكون في القريب العاجل حتى نصل الى حرس سفيان احدى مديريات محافظه عمران. نعم. وبهذا قطعنا خط الامداد على الحوثي من الجهه الشرقيه كامله. يعني الان استطعتم الان ان يعني ان تسيطروا على حدود محافظه الجوف مع عمران وقطعتم الامداد الذي يصل الميليشيا من هذه المناطق. لا هذا في المرحله الثالثه التي ستبدا الان ان شاء هذا الله. هذا ما تخططون له يعني؟ نعم. نعم لا زال هناك لواء الفتح بقياده الشيخ عفج بن حمد بن هضبان والذي تمكن من السيطره على الحيض وكذلك على بئر العزيز وايضا الان متجه الى ليثمه وان شاء الله تعالى في غضون يوم يومين يكون قد سيطر على ليثمه وبهذا تعتبر مدينه خب والشعب صفيت من الميليشيات تماما. نعم. سيد سنان السيد علي الفقيه ذكر في كلامه بان المهمه الان صعبه في مساله استكمال بقيه المناطق في محافظه الجوف لا سيما هناك يعني صحراء ومساحات شاسعه جدا ايضا الميليشيا ستستميت على ان تظل في هذه المناطق لاهميتها الاستراتيجيه وحدودها مع المملكه العربيه السعوديه. الى اي مدى تتفق مع ما طرحه السيد علي الفقيه ام انت لك وجهه نظر اخرى؟ لا بالفعل اتفق معه في ذكر الجوف متراميه الاطراف وايضا كذلك توجد صعوبه في التنقل والطرق غير معبده واشياء كثيره ولكن عزائم الرجال ستبقى على هذه العوائق باذن الله تعالى ونتمنى ان يكون هناك دعم اكثر للمقاومه الشعبيه والجيش الوطني لكي يتمكن من الوصول الى اهدافه في اسرع وقت وباقل التكاليف يعني ان شاء الله تعالى. نعم. فيما يخص الدعم شيخ سنان فيما يخص الدعم يعني هل لازلتم تفتقرون مثلا لبعض الاسلحه النوعيه لبعض المعدات العسكريه التي قد تسهل من مهامكم وتعجل من الانتصار؟ لازلنا بعض الشيء ينقص المقاومه وهذا شيء يعني اكيد ولكن باذن الله يتوفر ما تبقى من الامكانيات الضروريه وايضا كذلك بمساندة الطيران يعني يوفر على المقاومه الشيء الكثير وكما فعل في خط الشعب هذا يعني شارك مشاركه طيبه وفعاله ونشكرهم على ذلك ونتمنى ان يكون مشاركه ايضا في المرحله الثالثه التي ستبدا خلال الايام القادمه. نعم. شيخ سنان البعض يتحدث انه لا زال هناك بعض يعني الموالين لميليشيا الحوثي في محافظة الجوف وهو يعني من ضمن الأسباب التي قد تعيق وتؤخر من عملية الحسم وتحرير محافظة الجوف كاملة. هل بالفعل لا زال هناك حاضنة يعني تحظى بها الميليشيا في هذه المحافظة؟ هناك حاضنة بالطبع وما أدخل الحوثيين إلى الجوف إلا لوجود حاضنة وخاصة المديريات المجاورة لصعدة وعمران ولكن مع ذلك اصحاب الجوف بداوا يفهمون الحوثي وحقيقته لانه كانوا مخدوعين به من اول ولكن بعد ما حصل
من دخوله إلى عاصمة المحافظة الحزم، والتي هي الوحيدة التي قد لا يكون له حاضر بالفعل. ولكن عندما عرفوا ما أحدثه الحوثي وما أوصلهم إليه من ذل وهوان وقطع للخدمات الأساسية والمعيشة، وصلوا إلى 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 مرحلة يعني زلت لها. نعم. بل أنها أوصل الجوف الحوثي، أوصل الجوف وبعد نهب المنشآت الحكومية وتدميرها وتبسيرها وتخريبها، أوصلها إلى ما قبل 26 سبتمبر. نعم. 62. نعم. من خلال ما ذكرت شيخ سنان، إذن ما المانع من انضمام بقية ما تبقى من أبناء محافظة الجوف وإعلانهم ويعني الدعم الشرعية وأيضا انضمامهم للمقاومة الشعبية؟ على ماذا يراهنون في استمرارهم وقتالهم في صف ميليشيا الحوثي والمخلوع؟ لا، هناك دعوة جاءت من قبل محافظ المحافظة وأيضا في بداية الأمر لانضمام الشخصيات والمشايخ ومن لهم طلب الحوثي، واستجاب بعض منهم لهذه الدعوة، وبإذن الله يأتي البقية ويستجيبوا. وإذا كان هناك شيء من المانع، إنما مجرد أن اعتماداتهم المالية ومرتباتهم هي بعيد الحوثي، وهذا أعتبره الشيء الأساسي الذي يمنعهم من الانضمام إلى الشرعية. لو توفر هذا الشيء، لو توفر لهم المرتبات والاعتمادات المالية، وبالفعل سينضموا عن بكرة أبيهم. يعني لم من خلال كلامك شيخ سنان لم يتبقى أنه لو كانت هناك يعني نوايا صادقة وضمانة كبيرة بتسليم رواتب لهؤلاء الناس، سيتخلوا عن مشروع الحوثي وينضموا إلى المقاومة الشعبية والجيش الوطني؟ بالفعل لو توفر لهم هذه الأشياء الضرورية والتي تمس حياة الناس ومعيشتهم. لماذا لا تسعون، نعم شيخ سنان، لماذا لا تسعون أنتم في المحافظة وقيادة المقاومة الشعبية والجيش الوطني إلى يعني على الأقل إرسال تطمينات بأنكم ستتكفلون بهذه المبالغ المالية وضمهم للجيش الوطني في حال ما أعلنوا انضمامهم بشكل رسمي للسلطة الشرعية؟ نحن نسعى ونأمل على قدم المساق في توفير هذه الاحتياجات، ولكن نازلنا في مرحلة هي أهم وأولى، هي مرحلة الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه واتصالات ودواء وغيرها من الأشياء الضرورية، وإيصال الغازة وغيرها. نحن يا أخي الكريم وصلنا إلى الجوف، والجوف مدمر، بل تعتبر منطقة منكوبة. نعم. لا شيء فيه من المقومات، يرثى لحالها وحال أهلها. إذن حدث فيها الحوثي. نعم، أشكرك جزيل الشكر وكيل محافظة الجوف الشيخ سنان العراقي على مشاركتك معنا، وأعود بعودة أخيرة إلى سيد علي الفقيه. سيد علي، عدنا لك من جديد، إذا كان هناك يعني من تأثيرات يمكن أن تحدثه معركة تحرير محافظة الجوف وأيضا للحسم السريع والاتجاه نحو محافظة يعني صعدة، إذا ما يعني حسم الأمر تماما في محافظة الجوف، هل بالفعل ستكون مهمة استعادة محافظة صعدة سهلة بالنسبة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية؟ الرسالة الأهم برأيي التي ستبعثها عملية تحرير الجو بشكل نهائي هي إشعار من تبقى مناصرا لجماعة الحوثي سواء في عمران أو في صعدة بأن أي معارك قادمة سيخوضونها هي معارك خاسرة، لأنه لا مجال لاستمرار سيطرة جماعة الحوثي كجماعة مسلحة أو هيمنتها على اليمن بالقوة، خاصة أن محافظة الجوف تعد واحدة من المعاقل المهمة بالنسبة للجماعة والتواجد فيها. هناك تعبئة عقائدية، هناك شغل مذهبي فكري خلال السنوات الماضية قامت به الجماعة، واستقطبت أيضا كثير من الشباب من أبناء محافظة الجوف للمراكز التابعة لها في محافظة صعدة وعبأتهم تعبئة عقائدية. فالانتهاء أو إنهاء معركة الجوف تماما وبسط سيطرة الدولة وإعادة سيطرة الدولة على كل المناطق وكل المديريات في الجوف سيقدم صورة للقبائل في عمران وفي الجوف. نعم. لأنه لا مجال لاستمرار المقاومة العبثية والإلقاء بأبنائهم أو الزج بأبنائهم في معارك خاسرة
لن يجنوا من ورائها شيئا وان في النهايه نعم. الدوله تسيطر. نعم طيب سيد علي اذا نعم جماعه الحوثي جزء من التالي. نعم سيد علي اذا كان يعني باعتقادك هل لا زالت ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع لديهم خيارات في هذه المحافظات في محافظه الجوف مثلا وعمران وصعدة تراهن عليها وبشكل كبير علها تستمر في هذه المعركه وتتامل بان تنتصر؟ هم في اللحظه الراهنه يعتمدون على عملية التغليل الواسعة والتعبئة المكثفة لأنصارهم هناك في هذه المحافظات أنهم مسيطرون وأنهم لا يزالون هم الطرف الأقوى، لا يعترفون إلى الآن بتحرير الجوف ولا يعترفون إلى الآن بالتراجع أو بسيطرة المقاومة على مديرية كبيرة في محافظة صنعاء مثل ليم أو وصول المقاومة والجيش إلى فرضتهم، لأنهم في الأساس يسيطرون على القنوات الإعلامية التي تصل إلى المواطنين عبر الإعلام المسموع، وبالتالي يمارسون عملية تغييب كامل للحقيقة وإدخال المواطنين هناك في عملية تغييب واعي كل ما يقولون وصوت جماعة الحوثي بأنهم سيطرة وبأنها تهاجم الحدود السعودية وكلام من هذا القبيل. نعم. أما قوة حقيقية على الأرض فأعتقد أن بقاء الجماعة مسيطرة مجرد عملية وقت ليس أكثر وأن سيطرتها نعم. ستنتهي فقط سيدفع أبناء القبائل ثمنا أكبر لنهاية هذه الجماعة. نعم. سيد علي إذا ختمنا بسؤال أخير وربطناه في الجانب السياسي، التقدم الحاصل الآن في محافظة الجوف، التقدم في محافظة صنعاء ومأرب، أيضا في الساحل الغربي في ميدي وفي حجة في حرارة، هذا التقدم يعني إذا ربطناه بالمسار السياسي وعودة المسار السياسي ما أثره على ذلك من وجهة نظرك؟ ايضا هو يقدم رساله للاطراف الاقليميه والدوليه التي تسعى الى انقاذ ميليشيات الحوثي وصالح من خلال محاوله تغيير القرار 22/16 ان هذه الجماعه منتهيه وانه لا مجال لان يقفوا معها وان الدوله ستبسط نفوذها وليس امام المجتمع الدولي سوى الاستمرار في دعم الحكومه الشرعيه والاستمرار في دعم عمليه التحالف حتى يتمكن من اعاده ضبط سيطرة الدولة وإعادة الحكومة الشرعية إلى صنعاء وإعادة سيطرتها على مؤسسات الدولة، لأنه الآن كلما تأخرت عملية الحث تبدأ هناك أطراف إقليمية ودولية تلعب على هذا الوتر باتجاه محاولة تغيير القرار 22/16 أو استبداله بقرار آخر، محاولة تمييعه، محاولة إنقاذ هذه الجماعة وإجبار الطرف الآخر على التعامل معها كأمر واقع، وهو ما لم يحدث إذا ما استمرت المقاومة في التقدم على غرار ما حدث خلال الشهر الفائت في مأرب والجوف ومحافظة صنعاء وأيضا الجبهة الشمالية الغربية المتمثلة في حرب ميدي. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والصحفي السيد علي الفقيه، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وأيضا الشكر لوكيل محافظة الجوف الشيخ سنان العراقي، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله بحلقات جديدة من زوايا الحدث، حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.